أكد وزير البترول كريم بدوي عمق العلاقات المصرية الإيطالية خاصة في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن التعاون الممتد مع شركة إيني يعكس الثقة المتبادلة والإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع البترول المصري. وأعرب وزير البترول خلال الزيارة التي يقوم بها إلى إيطاليا عن تطلعه لدعم وزيادة التعاون والتكامل بين الجانبين لتحقيق المزيد من النجاحات، كما أكد ضرورة مشاركة قصص النجاح المشتركة. شملت الزيارة عقد اجتماع موسع مع الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، وزيارة ميدانية لقسم الأبحاث والمعامل الإلكترونية، وكذلك اجتماع موسع مع فريق عمل الطاقة الجديدة والوقود الحيوي والتقاط وتخزين الكربون والحفاظ على الأصول. التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي ستيفان غامبرت، وأكدت الوزيرة أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الذي يعد أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر. واستعرضت رانيا المشاط محفظة التعاون الإنمائي الجارية من خلال المنظومة الإلكترونية لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، حيث تسجل المحفظة الجارية نحو 5 مليارات و400 مليون دولار لتنفيذ 12 مشروعا في قطاعات متنوعة من بينها البنية التحتية المستدامة والتعليم والصحة والتنمية المحلية والحماية الاجتماعية ودعم الموازنة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبيئة والتحول الأخضر. أكد وزير التموين شريف فاروق على عمق العلاقات المصرية السودانية، مشددا على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمجلس إدارة الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، والتي تساهم فيها الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، وذلك لمتابعة موقف التعاقدات مع اللحوم. وخلال اللقاء أوضح الرئيس التنفيذي للشركة المصرية السودانية أن الشركة تقوم بعمل الترتيبات اللوجستية لتأمين اللحوم الحمراء خلال موسم عام 2025، وبخاصة موسمي رمضان وعيد الأضحى، مما يساهم في استقرار أسعار اللحوم بالسوق المصري. أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب وسط تداولات بلغت 8 مليارات و300 ألاف جنيه، ليصعد رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 1,127,000,000,000 جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 93% ليغلق عند مستوى 31,018 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 7,210 نقاط، وصعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10,316 نقطة. وأما عن أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار خام برنت خلال التعاملات الأسيوية وسط مخاوف من انخفاض الطلب بفعل تباطؤ الاقتصاد الصيني، حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.64% لتسجل 74 دولارا و7 سنتات للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.2% لتسجل 71 دولارا و3 32 سنتا للبرميل. وكذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.8% لتسجل $2.23 للتر. كذلك انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 89% مسجلة $2.01 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
أظهرت المؤشرات تعافي وتيرة النمو في القطاع غير النفطي بالسعودية قليلاً من أدنى مستوى في أكثر من عامين، والذي سجلته في الشهر السابق. جاء ذلك بعد تسجيل القطاع ارتفاعاً طفيفاً في نمو الطلبيات الجديدة وتسارع نمو الوظائف الشهر الماضي على أعلى قراءة.